مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج امنيه مصريه. النهارده كان في مؤتمر صحفي للمتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي للكشف عن نتائج العمليه العسكريه سيناء 2018. قال انه تم القضاء بالفعل على 105 تكفيريين وتدمير 471 عبوه ناسفه بسيناء. وجه الشكر لأهالي سيناء لتعاونهم في توفير معلومات عن الإرهابيين، وأكد على احترام سيادة ليبيا على أراضيها، والعمليات كلها تمت بالتنسيق مع الجانب الليبي. وطبعا أي نجاح له تمن، فأعلن للأسف عن استشهاد 16 من أبطال قواتنا المسلحة وإصابة 19 منذ بدء العملية العسكرية الشاملة في سيناء. تعالوا نطلع نشوف جزء من المؤتمر ونرجع لحضراتكم تاني، ابقوا معنا. النهاردة احنا في اليوم في نهاية الأسبوع الرابع منذ بدء العمليات، وهكون بإلقاء الضوء على نتائج أعمال قتال القوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية خلال الفترة السابقة، والتي تتلخص في الآتي: تدمير كافة الأماكن والبؤر الإرهابية المكتشفة بواسطة القوات الجوية، القضاء على 105 فرد تكفيري، القبض على 2829 فرد ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائيا أو مشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية. وهذا السياق يا فندم احنا تم الإفراج عن عدد كبير من العناصر المقبوض عليهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا مع تسليمهم كافة المتعلقات الشخصية. تدمير 1907 وكر ومخزن للعناصر الإرهابية تستخدم في الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، مع اكتشاف وتدمير 2 مركز إعلامي و2 مركز إرسال تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتدمير 471 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة C4 والTNT والأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، واكتشاف وتدمير وضبط عدد 157 عربة و387 دراجة نارية خاصة للعناصر التكفيرية، مع اكتشاف وتدمير وضبط عدد 41 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية والجنوبية، وضبط 129 بندقية خرطوش و461 فرد أثناء محاولة التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية، مع قيام قوات حرس الحدود بالتعاون مع المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 5 فتحة نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء. ده طبعا بالتوازي مع ملاحقة العناصر العاملة في مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة، وتم تدمير 116 مزرعة لنبات البنجو المخدر، وضبط 51.6 طن من المواد المخدرة، و2 مليون و150 ألف قرص مخدر. ونتيجة الأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استشهد عدد 16 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 19 آخرين أثناء مداهمة البؤر الإرهابية، وتعزي القوات المسلحة شهداء الأبرار، وتتمنى من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة. النهاردة اليوم العالمي للمرأة، كل سنة وكل الستات بخير في العالم كله. مسيرة كفاح خضتها المرأة على مستوى العالم علشان تاخد حقها في العمل والمشاركة في الحياة. هو حق سعت له المرأة عبر العصور عشان تحصل عليه، وليست منحة منحتها لها المجتمعات أو الدول. وفي مصر المرأة المصرية بتعمل إيه؟ بتشتغل وبتكافح وبتناضل بإرادة وتحدي عشان تفضل صاحبة الدور الأكبر في نهضة المجتمع وتقدمه. حي الست بقت وزيرة ونائبة وقاضية، لكن ما زلنا بنحلم بالمزيد،
ليس من باب التمييز أو بالإحساس لعدم وجود حقوق كافية، لكن من باب العمل والإرادة إن عاوزين نبقى أفضل. ومش هننسى إن أكيد كل ست ناجحة وراها راجل، وراها أب ساعدها وقواها، أو جنبها زوج حاول كمان يدعمها، أو أخ ما سابهاش وقت ما احتاجته. فنجاح المرأة هو نجاح للمجتمع كله. كل عام وكل ست وكل أم بخير وسعادة. تزامنا مع الاحتفال طبعا باليوم العالمي للمرأة، المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أشار إن الإحصائيات الأخيرة اللي أعدها الجهاز بتشير إن نسبة المرأة أصبحت 45% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإن السويس احتلت المرتبة الأولى بنسبة 68%. وهو قال ده طبعا مع تأكيده أن تمكين المرأة المصرية في مختلف ميادين الحياة التزام وطني يحفظ المجتمع توازنه واستقراره ونهضته. من نص المجتمع نروح لتلت المجتمع، هم شباب مصر. شباب مصر كانوا المحرك الأساسي ووقود ثورة 25 يناير و30 يونيو. ومن هنا تنبهت الدولة والقيادة السياسية للشباب، وأيقنوا أنهم عنصر أساسي في بناء المجتمع، وقرروا الاهتمام بالشباب وتمكينه في المواقع التنفيذية. وبدأ يبقى فيه تكثيف لمؤتمرات الشباب للتواصل معاهم وإعطائهم حقهم في العمل السياسي والتنفيذي. ومنحت الدولة الشباب فرصة المشاركة في القرار السياسي والقرار التنفيذي. وتم تعيين الشباب في مجموعة من الوزارات على خلاف ما اعتدنا عليه في الماضي. والنهاردة في برنامجنا أمنية مصرية بنقدم تجربة جديدة وواعدة لشباب بالفعل اتحطوا في موقع المسؤولية. طموحهم وأحلامهم ودورهم في بناء المجتمع هو محور فقرتنا. هنتكلم مع عدد من معاوني الوزراء من الشباب. هنتكلم معاهم عن تمكينهم في مواقع تنفيذية في الدولة، وهنعرف الدور اللي بيقوموا بيه كل واحد في موقعه، وهل فعلا بيتم الأخذ بتوصياتهم ولا وجودهم مجرد تدريب فقط. يا ترى مقترحاتهم في الوزارات اللي بيشتغلوا فيها بيعمل بها؟ كل ده هنعرفه في لقائنا بعد الفاصل مع أستاذ علاء عبد العاطي معاون وزير التضامن الرعاية والتنمية الاجتماعية، وأستاذ يوسف الورداني معاون وزير الشباب والرياضة، وأستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشؤون المشروعات والمؤتمرات. هطلع فاصل ونرجع نقابلهم في الاستوديو، بس هسيب حضراتكم مع الجريدة الثقافية، تابعونا.
ورجعنا لحضراتكم تاني ومشرفنا في الاستوديو أستاذة سارة مأمون معاون وزير الهجرة لشؤون المشروعات والمؤتمرات. أهلا بيكي. أهلا بيكي. ومشرفنا الأستاذ يوسف الورداني معاون وزير الشباب والرياضة. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا. والأستاذ علاء عبد العاطي معاون وزير التضامن للرعاية والتنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا حكم عارفين ان المشكله الحقيقيه في مصر ان ما فيش صف تاني، ان الفتره اللي فاتت ما كانش فيه تحفيز للشباب او تمكين حقيقي لهم، فكانت النتيجه ان بقى في فراغ كبير قوي بين القادرين على تحمل المسؤوليه واللي جاري اعدادهم فيما بعد لتحمل المسؤوليه. فبناء على هذا تم اختيار حضرتكم، مش كده؟ مظبوط. حضرتك تم اختيارك امتى؟ هي البدايه لما تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهوريه مصر العربيه، وكان اولى اهتمامه جدا بالشباب في مصر، وده ظهر جليا في خلال 4 سنوات. كان من ضمن الحاجات اللي وجه بيها معالي رئيس مجلس الوزراء في وقتها كان الباشمهندس ابراهيم محلي، ان هو يتم تعيين 4 شباب من كل وزاره يبقوا معونين للساده الوزراء. اتعمل اعلان بالنسبه لتجربتي انا الشخصيه. أيوة. اتعمل اعلان قدم فيه العديد من الناس على مستوى قطاعات الوزاره. يعني كنت حضرتك بتعمل في الوزاره؟ ما هو كان من شروط الـ 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 الاعلان انهم يكونوا بيعملوا في نفس الوزاره، من ابناء الوزاره. أيوة. موظف بالوزاره، ويكون ما يكونش تخطى سنه 40 سنه، يكون ان هو من ضمن الشباب اللي يقدم، ويكون كمان من ضمن الحاجات ان هو يجتاز الاختبارات بتاعه المعونين، سواء اختبارات اجاده الكمبيوترز بكل برامجه، سواء اجاده اللغه الانجليزيه، سواء مقابلات شخصيه، ومقابله معالي الوزيره في الاخر على اساس الاختيار بيتم من خلالها بالظبط. وتم فعلا اختيار حضرتك على هذا الاساس في عام 2014. وكنت حضرتك كنت اشرت يا فندم استاذ يوسف ان حضرتك كنت من اوائل الناس اللي تعينوا انت واستاذ علاء. صحيح. الكلام ده سليم؟ سليم. تم الاختيار ازاي؟ بص حضرتك، الاختيار تم في وزاره الشباب من خلال مسابقه عامه اتقدم ليها 42 شخص. تم عرض مقابلات شخصيه ليهم بعد ما قدموا مقترحات لتطوير الوزاره في المشروعات والبرامج اللي هم مهتمين بيها. يعني هنا طلبوا من حضرتك خطة للفترة الجاية لما انت تيجي عايز تعمل ايه؟ طبعا لازم هيبقى فيه كده توقع انت هتقدر تعمل ايه الفترة الجاية في ضوء الموارد والامكانيات المتاحة، وبرضه في ضوء رؤية ابداعية بتستثمر امكانيات المجتمع المحيط وتطوير قدرات العاملين. قدمنا مقترحات التطوير، كان في لجنة اتشكلت بواسطة مساعد الوزير وقتها وعدد مقالات الوزارة، قدم ليها 42 شخص. اختاروا من 42 شخص 6 اشخاص قبل المهندس خالد عبد العزيز، فاختار الستة مرة واحدة. يمكن احنا أول وزارة اختارت معونين في الجمهورية. وكان احنا قدمنا يعني استثناء للمهندس إبراهيم محلى بإن احنا عايزين 6 بدل 4، بحيث إن احنا وزارة شابة، وزارة شباب، فعايزين نتيح قدرات أكبر وفرص أكبر للشباب إن هو يقدم. فبالتالي تم اختيار الستة أفراد، 3 في الرياضة وثلاثة في الشباب. وثلاثة في الشباب. طب أستاذة سارة، أنتِ الاختيار تم إزاي بالنسبة لك؟ أنا الاختيار بالنسبة لي يمكن أنا أحدث شوية من زمايلي. أنا تم تعييني في 2017 في المكتب الفني لمعالي الوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم. أيوة. وقعدت في المكتب الفني حوالي 3 شهور. بعد كده معالي السفيرة شرفتني أن أنا بالتحقي أن أنا أكون معاون ليها لشؤون المشروعات والمؤتمرات. وكان بداية التحاقي أصلا بالوزارة من خلال أن أنا عملت انترفيو مع مدير شؤون مكتبها، بعد كده مع معالي الوزيرة شخصيا، وهكذا تم يعني التعيين. يعني تم تعيينك مش من خلال مسابقة؟ لا. تم تعيينك بناء على كفاءة شخصية نتيجة تجربة في العمل. مظبوط مظبوط. طيب أنا عايز أرجع لحياتك يا أستاذ يوسف. حياتك قلت أن لأن الوزارة فيها شباب ورياضة فلازم الشباب يكونوا موجودين، وتم اختياركم 6. ايه اللي حققتوه؟ يعني ايه اللي حضراتكم اضفتوه او هم اخدوا بيه؟ انا متاكده ان اكيد الشباب بيضيف في كل مجال. انا حياتي كلها مع الشباب في الجامعه، فانا عارفه قدرات الشباب. بس هو السؤال مش قدرات حضراتكم، ايه اللي تم الاخذ بيه في الوزاره؟ طيب
هو الحقيقه لان انا باكد برضو احنا وزاره شباب فمفروض تبقى العقليه شابه، فبالتالي العقليه شابه اكثر قدره على الابداع والحماس وعندها قدره على يعني التواصل مع الشباب اقرانهم في نفس الشريحه العمريه. تمام. الحقيقه مجموعه المعاونين كلهم تواصلوا مع اكبر عدد من فئات الشباب بحيث ان احنا نغير خطه الوزاره، بدل ما تبقى خطه الوزاره من اولى كل سنه بنفس البرامج بنفس الاليات تبقى خطه تشاركيه، الشباب هو اللي يقترح البرامج ويقول هو عايز ايه بوصفه هو اللي هو مستفيد من الخدمه، فده اول حاجه. فعملنا خطه تشاركيه من خلال الشباب. الحاجه الثانيه فتحنا ملفات جديده في وزاره الشباب لم تكن مطروحه من قبل، زي على سبيل المثال ملف تطوير المناطق العشوائيه، فبدانا في عمل مبادره. انتوا اللي بتفتحوا الملفات ولا كان بيعطى لكل حد فيكم ملف يكون مسؤول عنه؟ الحقيقه الاثنين. احنا المهندس خالد عبد العزيز بيشتغل بنظام مختلف، النظام ان بعض الملفات هو بيكلفنا بيها بصوره مباشره، لكن سايب لنا المجال لحريه التفكير وحريه الابداع واحنا نعرض عليه المقترح بعد ما نكون استوفينا العناصر الخاصه بدراسته. عناصر خاصه بدراسته اللي هي اهميه المقترح والعائد منه واهدافه وتكلفته وايه هي الخبرات المحليه والدوليه في مصر. أيوة. فبالتالي اشتغلنا على الاثنين، قدمنا مجموعه من المقترحات على سبيل المثال تطوير المناطق العشوائيه، منها تطوير اوضاع الشباب من ساكن المقابر، وده بناء على مبادره من احدى المتطوعات في الوزاره. انا مش عايزه المقترحات، انا عايزه ما تم اعتماده وتطبيقه من المقترحات. لا انا بقول لحضرتك ده اللي تم اعتماده. ده اللي تم الاعتماد. تم اعتماده. كويس قوي. يعني ده اول مقترح تطوير المناطق العشوائيه، فبدانا نشتغل في تطوير منطقه نهيه وكرداسه، وبدانا نشتغل في تطوير شباب من قاطين المقابر، فده تم الشغل عليه فعلا. ده بالفعل. بناء على مقترحات حضرتك. لا. او حضراتكم يعني معاونين. بناء على مقترحاتنا وبناء على مقترحات بعض الشباب اللي احنا درسناها وطورناها وحطيناها في الاليه التنفيذيه. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه فتحنا تواصل مع فئات كانت وزاره الشباب مقصره في التواصل معاها. لا طب خليني ارجع لموضوع العشوائيه الثاني. ايه ملامح التطوير المختلفه اللي انتوا اضفتوها كفريق جديد عن التطوير اللي كان موجود قبل كده في تطوير العشوائيات؟ يعني اولا موضوع تطوير العشوائيات لم يكن من اختصاص وزاره الشباب على مدى التاريخ، فبالتالي ما كانش فيه اهتمام بالموضوع ده بصوره مؤسسيه. كان الاهتمام بيتم بالقرى المحرومه او القرى الاكثر فقرا. فادخال الموضوع على اجنده الوزاره واجنده الاهتمام السياسي، وده برضو نتيجة لتوجهات الحكومة. الحاجة الثانية فتح مشروع ما كانش موجود أصلا، وإحنا الوزارة الوحيدة اللي فتحته الحقيقة. أيوة. اللي هو مشروع الشباب والأسر من ساكني المقابر. هذه حقيقة. اللي هم عددهم متزايد. فبالتالي بدأنا عملنا معهم لقائين تعريفيين، قابلنا حوالي 200 فرد وحددنا مجموعة من الاحتياجات بتاعتهم. وهل تم بالفعل؟ بدأنا ننفذ أنشطة الشهر اللي فات. آه. وده مشروع جديد وهنرفع التوصيات ومطالب الناس لجميع اجهزه الدوله عشان نقدر نحط حدود، سواء وزاره الاسكان، وزاره التضامن، الوزارات الاخرى. فده الملف الاول. الملف الثاني اللي هو فتح قنوات اتصال مع فئات ثانيه زي شباب الاحزاب السياسيه على سبيل المثال. ففتحنا قنوات اتصال معاهم وعملنا في ديسمبر 2014 اكبر مؤتمر لشباب الاحزاب في مصر، شارك فيه 63 حزب سياسي، ده كان اكبر تجمع لشباب الاحزاب، ففي اليه منظمه للتواصل معاهم. الحاجه الثالثه بدانا في تدريب الكوادر الشبابيه، كوادر الوزاره من الموظفين في المديريات الشباب والرياضه، وده ملف ما كانش مفتوح قبل كده، يعني كان بيتم التدريب بواسطه يعني المحافظات. بالفعل وجودكم ما هوش سوري، وجودكم بالفعل هو بيؤخذ بارائكم وبتدرس ومقترحاتكم بتاخد وزن، يعني وجودكم مش تعيين سوري. لان ده كان فيه الحقيقه ساعده كذا حاجه. اول حاجه وجود وزير مقتنع بالتجربه، فاحنا كنا اول وزاره عرضت التجربه وبدات في تنفيذها. الحاجه الثانيه وجود قيادات الوزاره نفسها، سواء المدير التنفيذي او رؤساء الادارات المركزيه، بحكم احتكاكهم بالشباب وتفاعلهم معاهم ما كانش عندهم مشكله ان هم يصعدوا شباب من تحتهم لمواقع القياده. طيب نروح بقى للاستاذ علاء، ما في يعني الوزاره مش شباب، طب دي وزاره شباب وهم متقبلين وجود الشباب، طب تجربتك كانت ايه؟ بصي انا هاكد على كلام دكتور يوسف نقطه مهمه جدا وهو راس العمل الوزير. دكتوره غاده وائل من الشخصيات التنموية اللي بتشتغل وبتعرف ازاي تشغل الناس حواليها وخصوصا الشباب، وهي متعودة على ده طيلة حياتها. فأنا بعتبر نفسي من المحظوظين ان انا بشتغل مع دكتورة غادة، مش من المحظوظين عشان حاجة الا اني بستفيد استفادة غير عادية من تواجدي في المحيط بتاع معالي الوزيرة، بستفيد منها شخصيا على المستوى الشخصي في الشغل. تمام. احنا ابتدينا نطبق فكر تاني في وزاره التضامن الاجتماعي، انا كموظف في وزاره التضامن الاجتماعي ليا 15 سنه
من 4 سنين شفت الوزارة بشكل تاني. الوزارة بقى ليها إيمج، بقى ليها شكل مختلف. الوزارة النهاردة بتشتغل بفرق عمل ما كانش موجود في السابق. أنا من المحظوظين أن أنا من ضمن هذه الفرق العمل، وبشتغل في أكتر من فريق على مستوى الوزارة. مش لا بس أنا عندي سؤال، يعني أكون حضرتك بتشتغل وده عمل ووظيفة، ده كلام طبعا مفهوم. هو أنا مش ده سؤالي، أنا سؤالي إيه الملف اللي اشتغلتوا عليه؟ إيه اللي ضافهولنا الشباب؟ يعني ناخد السؤال بطريقة مختلفة. تمام. إحنا بنقول محتاجين شباب. تمام. القيادة السياسية جابت شباب. تمام. حضراتكم بتشيدوا بقياداتكم وبالوزراء اللي بتعاونوهم، وده كلام طبعا محترم وبنحترمه جدا. ضفتولنا إيه؟ ضفنا إيه؟ أنا على مستوى التضامن الاجتماعي كمجموعة شباب موجودة في الوزارة حاليا، احنا انشأنا لأول مرة في تاريخ الوزارة حاجة اسمها فريق التدخل السريع، وده فريق تم انشاؤه عام 2014 لمجابهة اي انتهاك يحدث داخل اي دور رعاية بالنسبة للأطفال، ودي كانت مهمته الأولى. النهاردة عندنا المقترح ده كان مقترح الشباب، ده كان فكرة معالي الوزيرة وتنفيذ الشباب. يعني عشان نبقى واضحين في البداية، فكرة معالي الوزيرة لان احنا عندنا 468 دار على مستوى الجمهورية، دار ايتام، فكان عندنا قصور في المتابعه في الوزاره. تمام. من قبل الوزاره ومديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهوريه في قصور في المتابعه، لان ما بيتبقاش في توالي. فانشانا فريق التدخل السريع، ده كان نمره واحد. تفرع من هذا الفريق 27 فريق على مستوى الجمهوريه، في كل مديريه تضامن في فريق للتدخل السريع بيعمل في نفس الملف. بالاضافه لهذا، وده يعتبر مقترح او ملف تم تنفيذه بالفعل، عندنا العديد من المبادرات اللي تم تنفيذها من خلال الشباب. كويس. انا اشتركت فيهم كشاب من معاوني، وهو ده الفريق ده اللي عمل شغل في كوم حماده، مش كده؟ في الحادث الاخير، حادث القطر، في كل كنتوا متواجدين فيه صح؟ بس ده المحلي اللي موجود في، ما هو تابع لحضراتكم. مظبوط. طبعا. طبعا. ده شق. عندنا شق اخر، وهو المبادرات الخاصه بالرعايه، زي مبادره او برنامج اطفال بلا مأوى، وده برنامج خاص، برنامج قومي خاص ب أنا مش عايزة الأطفال. أتكلم عن شغل الوزارة. تمام. عشان أتكلم عن شغل الوزارة ده شيء يعني له محور آخر وأهداف أخرى للحلقة. أنا مش بتكلم عن شغل الوزارة. إحنا أضفنا إيه؟ أنا عايزة أعرف الشباب أضاف إيه؟ اللي أخذوا هذه الفرصة. تمام. هل بالفعل أخذوا فرصة عادلة ولا لأ؟ ده حقيقي. عشان أكون أنا كمان بتكلم بحيادية. هل أخذتوا فرصة عادلة ولا لأ؟ ولما أخذتوها عملتوا إيه؟ لان هي يعني، وبالتالي يا ساره ممكن تشاركيني، هي مش ايمج بس طبعا، هي مش وضع اجتماعي، لان طبعا في سنكم عشان يبقى حد معاون لوزير دي ما كانتش في احلام الشباب من 4 سنين فاتوا. تمام. فانا برضو هسالك نفس السؤال، شوي ايه اللي هل طبعا كان اللي بيؤخذ بكلامك ولا لا، لانك انت كمان جايه بناء عن تعيين من مزبوط. الوزيره نفسها. تمام. فمعنى كلمه معاون هنا انا عايزه افهمها، لان انا مفرقه كويس قوي ما بين المعاون التنفيذي والمعاون الاستراتيجي. المعاون التنفيذي اللي هو يقدر الوزيره تقول حاجه وهو يتابع ويعملها. المعاون الاستراتيجي لان هو ده اكيد كان هدف الدوله، انكم بتحطوا خطط مستقبلية برؤية جديدة الجيل اللي قبلكم لا يراها. في المنظور ده تفتكري انت اضفتي ايه؟ خليني ابتدي كلامي بالفكرة ان معاون وزير او مساعد وزير، انا من وجهة نظري كسارة شايفة ان ده تكليف وليس اضافة. يعني ده مسؤولية وثقل على كل واحد فينا، لان انت كشابة. لا، هو اضافة. اي بني ادم بياخد مركز اعلى من إضافة. بياخد مركز ما اخدهوش امثاله فهي اضافه له، وكونه تكليف في اي وظيفه. لا، في الكون يمكن تكليف. احنا كشباب في الجيل بتاعنا بنفكر منظور مختلف. يعني انا كساره او يوسف او زميلي، احنا لو نزلنا على القطاع الخاص انت يمكن هيختلف في التايتل، بس يمكن هتحصلي على مميزات. انت بتتكلمي على الدخل. تمام. مش بس الدخل. وعلى المميزات الحياتيه بالنسبه لبيئه عملك في الشغل. فكره ان انت بثقتك ان انت تدخلي مجال الحكومه، انت لازم يبقى عندك ايمان بنفسك اولا،
وان انت خدتي الفرصه وساعدتك سواء عوامل كوزير او سواء ان انا دخلت عن طريق مسابقه، فانا اتحطيت في موقع الحدث زي ما بيقولوا في قلب المطبخ السياسي. تمام. فانا كده دلوقتي على كتفي مسؤوليه مش بس نفسي، لا مسؤوليه شباب زيي هم خارج المطبخ اللي انا بشتغل فيه، وهم ما يعرفوش حاجه عن الاحداث اللي بتحصل او عن المسؤوليات اللي بتحصل. فدوري ان انا اعمل زي سوات اناليسز للمكان اللي انا فيه. بتعملي أنا تحليل الوضع من نقط ازاي احقق قوه وايه الضعف وفرصه ان كل واحد فينا. اعتقد يعني انا بالنسبه لي في وزاره الهجره يمكن من حظي ان انا بشتغل تحت قياده شابه اصلا، فهي بتدينا فرصة ان احنا قوام 80% من الوزارة من الشباب، سواء من مش بس المعاونين، لا مديرين الادارات ومديرين الاقسام. طب نسبة والقدام راحوا جدا فين من الشباب بقى؟ موجودين يعني اللي هم كانوا اكبر، بس النسبة الاعلى للشباب لا، هم السيل كله موجود، بس نسبة الشباب بقت نسبتها اعلى في الوزارة، وده بسبب ان معالي الوزيرة بتشوف ان هي بتستعين بالشباب، لان احنا بنتعامل في وزارة الهجرة مع الشباب المصريين في الخارج، مش بس المصريين المقيمين من زمن كبير، لا شباب المصريين، شباب المصريين في الخارج سواء من الجيل الثاني او الثالث هم بيفكروا بطريقه مختلفه طبعا بحكم معيشتهم في الخارج وحكم البيئه اللي هم اتربوا فيها. فلازم بيبقوا محتاجين من المقابل شباب زيهم يكونوا على قدر من المرونه والتواصل ان هم يتعاملوا معاهم. فاحنا مثلا اطلقنا مبادرات قوية جدا لشباب المصريين في الخارج، لأن معالي الوزيرة عندها أهمية الجيل الثاني والثالث من الشباب، ده القوة الناعمة لمصر في الخارج. فنظمنا لهم ملتقيات للشباب، كنا احنا الأساس بتاعها، وكنا احنا اللي بنقوم باستقبالهم وتنظيم الزيارات ليهم، ونظمنا لهم يعني دورات الأمن القومي. بالظبط، خدناهم نظمنا لهم دورات الأمن القومي في أكاديمية ناصر عشان نوريهم قد ايه مصر بتتغير، وقد ايه هم بره ما عندهمش افكار كتير على الموضوع ده. قد ايه مصر هتتغير. نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل نشوف ازاي مصر بتتغير. ابقوا معنا. علشان مصر تتغير يبقى لازم المعوقات اللي موجودة كلها تزال، وأنا مفيش مكان بدون معوقات. إيه المعوقات اللي قابلتك مثلا؟ لا، في البداية كانت المعوقات معوقات إدارية. إدارية؟ طبعا، يعني في البداية هي كانت فكرة إن يبقى في شباب كان ممكن تبقى بالنسبة للناس الكبيرة علامة استفهام شوية. طبعا. تمام، بس سرعان ما تم ازاله هذا باول اجتماع تم من خلال معالي الوزيره بكل قيادات الوزاره. وبادائكم اكيد كمان. وبحركتنا. احنا الفكره كلها ان احنا انتوا ليكوا صلاحيات؟ يعني استاذ يوسف ليكوا صلاحيات؟ ليك صلاحيه في الوزاره ولا كل ارائكم بتبقى خطط استراتيجيه وبتوافق عليها وتبشروها؟ لا، ليه في صلاحيات ضخمه. في صلاحيات؟ انا عايز اقول لحضرتك صلاحيات على ايه. اتفضل. يعني اولا الاشراف الكامل على مسؤوليه تنفيذ برامج بعينها. في انا عايز حضرتك امثله معينه، يعني على سبيل المثال انا مشرف ملفات معينه بتوكل لحضرتك، بتكون مسؤولين عن تنفيذها والاشراف عليها وتقييمها وتقييم العاملين عليها وكل ده بالكامل. تمام. على سبيل المثال انا مشرف على برامج تدريب شباب العاملين في الوزاره ومديريتها بالتعاون مع الاداره العامه للتنظيم والاداره. في الاطار ده الوزير وافق على مقترح قدمته له بتعيين 2 معاونين شباب في كل محافظه، واحد شباب واحد رياضه، بحيث يبقى مش التجربه بس موجوده على المستوى المركزي لكن كمان موجوده على مستوى المديريات. لا غير كده، لما احنا عملنا ده لقينا ان في بعض مديريات الشباب والرياضه اليه الاختيار كان بيتم فيها بعض المحاباه والواسطه، فبالتالي اتدخلنا وعدلنا الموضوع ده وخلقنا صف تاني تحت المعاونين شباب في المحافظات، مجموعه من الشباب المتميز، عشان نبدا نضخ صف تالت ورا المعاونين دول. بالظبط. وبدانا ناخد شاب من كل مركز اداري في مصر ندربه، فدربنا لحد النهارده 500 كادر في شبابنا في المحافظات. فالفكره ان احنا عايزين نغير ثقافه الجهاز الاداري
من المنبع بتاعه، لان الشاب بيتعامل اول حد مع مدير مركز الشباب، مش بيتعامل مع وزير الشباب ولا مساعد وزير الشباب. طبعا. فده مثلا مشروع. المشروع الثاني انا منسق مكافحه الفساد في الوزاره تعاون مع هيئه الرقابه الاداريه. فده مشروع في مطبق على كل الجمهوريه، سواء من خلال ندوات التوعيه اللي احنا بنعملها، من خلال رصد ممارسات الفساد والابلاغ عنها، من خلال التدخل الفوري والسريع بتنسيق مع الجهات المعنيه. فده من اهم الملفات. في دور فعلا. انا بدي حضرتك امثله فعليه. ايوه يعني طبعا عايز الفعل. يعني مكافحه الفساد. الملف الثالث هو فتح التواصل مع الجهات المانحه خارج الوزاره ومنظمه المجتمع المدني لاشراكهم في انشطه الوزاره. في السياق ده تواصلنا مع عدد من المنظمات الدوليه زي اليونسكو، زي صندوق الامم المتحده للسكان، وعدد كبير من الجمعيات الاهليه. واستفدنا من ده من شبكه العلاقات الاجتماعيه الموجوده لقيادات الوزاره واحتكاكهم المستمر. اللي انا بقوله كله ده يعني برضو انا هرجع لحضرتك نقطه انت حضرتك قلتيها في الاول. يعني معاوني الوزراء او مساعدي الوزراء مش من دورهم الاشاده بالوزراء بتاعهم، لكن برضو دورهم اعطائهم الحق. ونقول هم عملوا ايه؟ لما الوزير اللي على راس اي مؤسسه بيتيح الفرصه لقيادات شباب ان هي تشتغل، وارد ان هو بعض قيادات الجهاز الاداري تبقى بتضغط عليه، وبعض قيادات الجهاز الاداري بتبقى رافضه لفكره التغيير. أيوة. فدوره ممكن يبقى غير ملموس من خلال ان هو يقعد ساره جنبها في الاجتماع. أيوة. ده بيدي رساله ضمنيه ان هذا الشخص هو يحصل. ده السؤال ليك يا ساره، انت حاسه انك انت خبراتك الشخصيه بتختلف؟ طبعا. يعني هل انت اعدادك الشخصي ان شاء الله يا رب تتبوأوا اعلى المناصب ان شاء الله، انت شايفه ان وجودك بيضيف لك كخبره؟ طبعا. انا يمكن زي ما قلت لحضرتك في بدايه اللقاء ان انا احدث شويه من زملائي، ان انا اتعينت في 2017، بس انا بالنسبه لي من 2017 لحد دلوقتي السنه دي بالنسبه لي كان فيما يعادل مش اقل من 4 سنين خبره في مجال عملي السابق في القطاع الخاص. ده بيرجع ان احنا في القطاع الحكومي احنا مش بس بنبقى مسؤولين عن ملفات، احنا من اهم المعوقات اللي بتقابلنا ان احنا يمكن عندنا كشباب يعني حماسه زياده شويه. فبنصطدم بارض الواقع من البنود الروتين. لا مش الروتين، بمعنى الروتين ده جزء اساسي موجود في جميع يعني القطاعات. ده مش هنتكلم فيه، ده احنا عارف عايشين معاه، ده خلاص بنتعايش معاه. لكن بنتكلم على القوانين والتشريعات القديمه اللي بتحكم الجهاز الاداري في الدوله. بنتكلم عن بنود وتبقى بنود إدارية أو بنود مالية يمكن بتتعارض مع بعض أفكار المشروعات اللي احنا بنقترحها على السادة الوزراء. احنا مثلا بالنسبة لي أنا في مقترحات بقدمها مباشرة لمعالي الوزيرة وهي مشكورة، بتتجاوب مع المقترحات اللي فيها إفادة للشباب المصريين في الخارج. يعني ان احنا ساعات نقدر نقول بنحلق في اجواء شويه. بس عايزه اقول لحضرتك على حاجه، يعني ممكن مثلا من تجربتي انا الشخصيه، كان في منتدى شباب العالم، واحنا كوزاره هجره كنا عضو اساسي في اللجنه التنظيميه الرسميه اللي كانت بتعقد اجتماعاتها في رئاسه الجمهوريه. معالي الوزيره شرفتني بخلتني ممثل في اللجنه، وكنت انا المسؤوله ان انا احضر الاجتماعات. يعني بيتم بالفعل التدريب. فعلا فعلا بالظبط. استاذ علاء، حضرتك شايف ان بيتم اعدادكم بالفعل، يعني هل انت شايف اكيد الغرض من رؤيه القياده السياسيه للمعاونين الشباب هو الاعداد والتاهيل للمستقبل، في حين في حاله الاحتياج يبقى حضراتكم مؤهلين؟ هل انت شايف انك انت فعلا بتؤهل بالفعل؟ ده بالفعل حقيقي جدا. على مدار 4 سنوات انا موجود في مكاني كمعاون. 4 سنين دلوقتي. انا في السنه الرابعه. اكتسبت العديد من الخبرات على كافه الاصعده، في ملفات انا ما كنتش اتوقع ان انا اشتغل فيها لان بعيد تماما عن مجالي اشتغلت فيها، زي ملف خاص بوزاره الشباب والرياضه، وملف اشتغلنا عليه احنا كوزاره التضامن الاجتماعي، هو تمكين الشباب في المشاركه في العمل المحلي. كنت انا مدير هذا البرنامج على مستوى الجمهوريه، وده تكليف من معالي الوزيره. في برنامج اخر انا بشتغل عليه دلوقتي كشغل تنفيذي بحت، برنامج خاص بالحد من الزياده السكانيه، ده برضو بالشراكه مع وزاره الصحه. في
برامج عديدة أنا ما كنتش أتوقع أن أنا أشتغل عليها، بس بالعكس أفادت لي وزودت لي مجموعة عديدة من الخبرات، عملت لي تشبيك مع بعض الوزارات، عرفت مجموعة من القيادات على مستوى وزارات أخرى، تبادل الخبرات على. طيب دايما كان بيبقى فيه مشكلة ما بين التنسيق والتعاون بين الوزارات، وده يعني كان دايما الحاجة توقف على شخات الوزارات بينها وبين بعض، في بعض التفاوض وبياخد وقت. هل كنكم شباب مع بعض زي ما بتقول كان في تعاون بينك وبين وزارة الشباب والرياضة، هل الأمور مشيت بطريقة أسهل؟ يعني هل وجود يوسف هناك أو وجود سارة ده بيسهل شغلك انت وانت بتشتغل فعلا؟ هدي حضرتك مثل بسيط. اتفضل. انا هتكلم على شغلي انا كمعاون وزير للرعايه، والرعايه بيبقى فيها مؤسسات الرعايه الاجتماعيه على مستوى الجمهوريه. لما بيجي لي بلاغ بالليل الساعه 11 بالليل ان في طفل بيموت، تمام، في اي مؤسسه بنزل اتحرك اخده واروح بيه مستشفى، مش انا مش يعني مش دوري حياتك بس انا ببقى كده بنزل السيستم النظام من يروح يعني. في بعض المستشفيات الحكوميه مبقاش فيها غرف للعنايه المركزه، فبالطبيعي اتصل بمين اكتر حد يفيدني؟ معاون وزير الصحه اللي هو اوريدي احنا عاملين جروب مع بعض كمجموعه معاونين. انتوا عاملين مع بعض جروب بتتعاملوا وبتعاونوا مع بعض فيه؟ جروب بتواصل على طول بالدكتوره رنا معاون وزير الصحه الاسبق. عندي كذا 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 لغايه 2 بالليل لغايه لما تستقر الحاله وتوديها لي فعلا لمكان اخدها اوديها مكان يكون فيه رعايه. يعني عايز اقول ان في تشبيك فعلا حصل من خلالنا احنا كمجموعه معاونين مع بعض على مستوى الوزارات، احنا بنتواصل مع بعض سواء على واتساب او تليفونيا طبعا. بيبقى في تبادل الخبرات، في كمان تشبيك في بعض الـ 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 العمل. يعني انا لما بيكون عندي حالات بتستدعي ان انا اتواصل مع رنا او اتواصل مع يوسف او بيبقى اتواصل سهل التواصل بينكم على بعض عن قبل كده، وهنا بيبقى حل المشكله من ابسط ما يكون. الهارموني ده بيفيد. وهقول لحضرتك على حاجه برضو عشان برضو اكون يعني احقاقا للحق، ان الحكومه نفسها فيها الهارموني ده، مجموعه الوزراء فيهم هذا الهارموني. طيب احنا نطلع يعني فاصل ونرجع نشوف الهارموني ده كمان والتناسق ده ازاي بين وزراء الحكومه. ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم تاني. كنا بنتكلم مع علاء في ان الهارموني او التناسق والتناغم اللي بينكم انتوا كمعاونين شباب في مختلف الوزارات، مش بس بينكم ده، موجود كمان في الحكومه. ده حقيقي. كلمني عن كده. بمنتهى البساطه انا اذكر كلمه لمعالي الوزيره قالتها في بدايه شغلنا معاها، قالت احنا كحكومه ما بنشتغلش في جزء منعزل، احنا جايين نشتغل تيم ورك مع بعض. وده بالفعل ظهر في بعض المقترحات والمشروعات اللي احنا نفذناها كوزاره التضامن، بالشراكه مع الصحه، بالشراكه مع الشباب والرياضه، بالشراكه مع كل التربيه والتعليم، في مشروعات مشتركه ما بينهم، بنلاقي هذا التناغم ما بين الساده الوزراء موجود، احنا بنشوفه بعينينا. فلما بنلاقي هذا التناغم احنا غصب عننا بيبقى. هل لان برضو احنا عندنا عدد من الوزراء كمان هم شباب، يعني ممكن ما يكونوش شباب قدكم لكن ما زالوا برضو مواكبين العصر. بالزبط. مواكبين العصر كتكنولوجي، مواكبين العصر كأحداث، مواكبين العصر كتغير في المناخ العام. فهل ده هو ده اللي تقصده انت خلى فيه هارموني موجود؟ ده حقيقي. ده نوع من انواع الهارموني اللي بيتيح الفرصه للتواصل الفعال وبصوره بسيطه. انا اقول لحضرتك احنا تواصلنا مع معالي الوزيره جروبات واتس بالواتساب، مع معالي الوزيره على طول على الواتس، لو في اي حاجه، لو الساعه 2 بالليل، الساعه 4 الفجر، لازم نوصل المعلومه على طول ونلاقي الرد على طول. يعني هي دي الفكره، ان مفيش حته ان احنا ناخر المعلومه عشان احنا بنكسر كل الجمود اللي موجود كان في الوزاره، او الجمود اللي هو مستني. زي ما لسه كانت ساره بتقول ان الفاكس يتبعت وعقبال ما يطلع من اداره لرئيس اداره مركزيه، ومن رئيس اداره مركزيه لرئيس قطاع، ومن رئيس قطاع لل. طيب احنا دلوقتي يوسف، دلوقتي بالنسبه ان انتوا شباب في موقع المسؤوليه، شايفين اللي جاي شكله ايه؟ الحقيقه انا شايف اللي جاي في العمل الشبابي افضل بكتير. وانا هديكي كذا مؤشر سواء على مستوى الوزاره او على مستوى العمل الشبابي. ايوه. يعني مستوى وزارتنا، يعني هي تجربه المعاونين فيها
نتائج غير منظوره. النتيجه الاولى تصعيد عدد 10 شباب يبقوا مدير عموم في الوزاره تحت 40 سنه ويشغلوا. طب وده بيتحل ازاي مع اللائحه التنفيذيه زي ما كانت ساره بتقول؟ بتتحل ازاي مع اللوائح والقوانين والقوانين الترقيه والكلام ده كله؟ بالظبط ده ماشي. اه طبعا. بس الفكره انه في اعطاء دلوقتي الاولويه لشباب الكوف يشغل مناصب قياديه. فمثلا على سبيل المثال مدير المكتب الفني للوزير من الشباب او من الرياضه وقت تعيينه كان تحت 40 سنه، عدد 8 مديرين تحت 40 سنه، فبالتالي ان تجربه المعاونين اتاحت الفرصه لضخ دماء جديده داخل الوزاره. ده اول حاجه، وضخ دماء في المديريات، فدي النقطه الثانيه. ايوه داخل الوزاره ايضا فكره ان معظم الهيكل الاداري للحكومه هيكل سيبلغ سن التقاعد قريبا، يعني معظمه من 50 ل 60 سنه، وفي 2 مليون شاب داخل الجهاز الحكومي تحت 40 سنه. ايوه يعني حوالي 38% من الجهاز الحكومي. ففكره ان انت في بالتدريج هيطلع شباب على مستوى الجهاز الاداري برضو. أيوة. في مجموعه من المبادرات لتطوير قدرات الشباب، فبالتالي هيبدا الشباب يحل محل. بس انا عايز اقول لحضرتك هيحل ازاي. اتفضل. يعني مثلا البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب على القياده تم تدريب 1000 شاب، بعضهم تم ضخه في الحكومه. الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب هي أيضا بتسهم في تدريب بعض الشباب. قانون الخدمة المدنية الجديد بيلزم بتدريب الشباب خاصة، والوزيرة لها تصريح النهاردة وزيرة التخطيط في أثناء زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وأنا كنت معاها. أنا بشكرك الوزارة. إنك أنت جيت لنا النهاردة مخصوص، وأنا عارفة أنا كنت هناك. شكرا كمان يا علاء، أنا عارفة أنك كنت في المنيا. هو شباب بقى، يعني مش معقولة تقولوا لا. فالوزيرة لها تصريح إن هي يعني هيتم تدريب جميع الشباب في الجهاز الحكومي خلال اخر 5 سنين على مجموعه كبيره جدا من المهارات. برنامج ماجستير اسليسكا بالتعاون مع جامعه فرنسيه لتدريب الكوادر داخل الجهاز الحكومي. البرنامج الرئاسي المتقدم لتدريب الشباب من سن 30 ل 40. الحاجات دي كلها لو حطيتيها جنب بعض هتحسي ان في طفره هائله بتتم شباب الجهاز الحكومي. لكن ده ما يعنيش ان ما فيش صعوبات بيواجهها المعاونين. انا يعني وانا هنا بتكلم بامانه للراي العام. اول صعوبه كانت بتواجه المعاونين عدم وجود مكاتب منفصله ليهم، يعني من خلالها يستطيعوا تسيير اعمالهم واللوجيستكس الخاص بالمعاونين. ده في وزاره الشباب تم حله على سبيل المثال، بقيتوا كلكم في مكان واحد من خلال تخصيص مكاتب منفصله للمعاونين، وبدا في ستاف كمان بيساعدهم. فده اول حاجه. تمام. الحاجه الثانيه توجيه قيادات الوزاره للتعاون مع المعاونين، فبالتالي ده كان في الاول كان في صعوبه. الحاجه الثالثه افراد برامج مستقله هم بيديروها بشكل مباشر، سواء بالتنسيق مع الادارات المركزيه الاخرى او بالتنسيق مع جهات من خارج الوزاره. فبدا يبقى لهم قوه اشراف دور ودور لازم بداوا زي ساره ما بتقول يتم قبولهم. انا عايز اسال ساره لقيته. هي انت كشخص جوه الجهاز الحكومي قبل ما تبقي معاون او مساعد الوزير انت واقفه على باب المطبخ السياسي، رجل بره ورجل جوه. دلوقتي انت جنب البوتاجاز. أيوة. فبالتالي بتشوفي كل حاجه، الوزير بياخد القرار ازاي، ايه هي الضغوط اللي كان الضغوط بيتعرض ليها في منصب في قرار معين، ايه هي الفرص المتاحه، ايه هي شبكه التشبيك اللي بنعملها مع الشركاء بتوعنا. كل ده اتاحه قربك من الشخص الاول في الوزاره او الشخص الثاني، فبالتالي بدا يتيح ليكي قدره اكبر على اتخاذ القرار. وده تدريب عملي ما بيتمش في عديد من الدول، يعني باستثناء دوله او دولتين في العالم. طيب ساره، اكيد لما مسكتي منصب زي ده كان عندك احلام. مظبوط مظبوط. في ايه اختلف عن احلام؟ انا يمكن اللي ما وضحتوش لسه في الاول ان انا كنت احدى خريجات البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده الدفعه الاولى. ما شاء الله. اتدربنا في البرنامج الرئاسي حوالي 9 شهور احنا كدفعه اولى، مش بس على الامور الاداريه وعلى التسويق وعلى التغيير المؤسسي وعلى اداره الوقت وعلى الامن القومي، تخصصات مختلفه. ايوه. عشان يولد لك مزيج من الخبره يقدر يأهلك ان انت تدخلي على الحياة العملية في الحكومة. فوانس ان انا دخلت على الحياة العملية في الحكومة، طبعا ارض الواقع بيبقى فيها كتير من الاختلافات. ايوه ايه الاختلافات بقى؟ عن الدورات التأهيلية. اكيد طبعا. بس الاختلافات دي زي ما وضحت لحضرتك في الاول هي بتنحصر في الروتين الاداري. يعني احنا مشكلتنا الاساسيه كشباب في الوزاره ان احنا بيبقى عندنا مقترحات يمكن معالي الوزيره بتوافق عليها او معالي الوزراء، بس البروسس نفسها اللي هي بتاخدها بتبقى صعبه، بتبقى بطيئه جدا. فده بيأثر على عامل النتيجه في الاخر، لان طبعا الموضوع كله بيبقى نسبه وتناسب.
احكي لك مثلا عن تجربتي. احنا بننظم في عندنا في الوزاره مؤتمرات مصر تستطيع. نظمنا مصر تستطيع واحد في الغردقه، ومصر تستطيع بالتاء المربوطه للمراه كان 2017، وكان اخر حاجه مصر تستطيع بابناء النيل نظمناه في الاقصر. معالي الوزيره ادتنا تكليف، وبصفتي معاون للمشروعات والمؤتمرات كنت مسؤوله عن جزء كبير جدا في الفايل، الا وهو التواصل الحكومي. فعشان كده انت شفتي الروتين على اصوله. بالظبط، يعني نقدر نقول هو يبان اسهل جزء في المؤتمر، بس هو اصعب حاجه. نفس الوضع مع حضرتك يا سهلاء، الروتين هو المشكله. هو في الوقت الحالي لا، ابتدى يتحل جامد، انما عصرت الروتين كتير. يعني في فرق النهارده في الروتين ما بين النهارده وبين اربع سنين؟ كتير كتير. وده رايك كمان يوسف؟ لا انا رايي في فرق طبعا كتير كتير. رايك تاني حاجه، هو كمان كلمه الروتين والبيروقراطيه احنا بنسيء تعريفها. يعني الروتين ده اداء تكرار الشيء على نفس الحال، والبيروقراطيه حكم المكتب. فكره الروتين المعوق، يعني ان في عمليه مستنديه بتتم بين الوزارات، ده في حد ذاته مش سيء، لكن الهدف ان احنا نسرع عمليه الروتين. فبالتالي اتاح التواصل بين الوزارات، سواء بين الوزراء زي ما زميلي اتكلم، وبين المعاونين، واتاح ايضا التقدم في تكنولوجيا المعلومات، يعني حكومه الواتساب. هو ده اللي خلى الروتين يقدر يعني ما يبقاش يعني عائق زي الاول. انت بداتي بتبعتي دلوقتي على الواتساب. انا يعني انتوا شرفتونا، وانا مبسوطه جدا ان انا قعدت معاكم، بس هو الوقت خلص. بس قبل ما انهي الحلقه واشكركم، انا عايزه اقول ان احنا عندنا روتين كتير، فدي بقى المسؤوليه اللي عليكم انتوا، مش على جيلنا احنا، جيلكم انتوا هو النهارده اللي بدا يحطم روتين باللي بيتعلمه ويغيره. فاحنا مستنيين ان شاء الله كمان اربع سنين تانيين ما نتكلمش على روتين خالص، إن شاء الله. يبقى انتهى. الأستاذ يوسف البرداني، معاون وزير الشباب والرياضة، شرفتنا. شكرا. سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشؤون المشروعات والمؤتمرات، أهلا بيكي. أستاذ علاء عبد العاطي، معاون وزير التضامن للرعاية والتنمية الاجتماعية، أهلا بيك، شرفتني يا فندم. أهلا بيكم. أشوفكم الأسبوع الجاي، أشوفكم بكرة. بكرة إن شاء الله أشوفكم الساعة 7:30 وحلقة جديدة من برنامج أمنية مصرية. صباح على ألف خير.